السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتكم بشرى شانيل. وما تنسونيش اخوتي من لايك وتعليقكم بخصوص الموضوع. فكيف ماشي اخوتي الفيديو اللي كنت نزلت لكم قبل ديال الفنانة المغربية سعيدة شرف؟ بالنسبه للناس اللي باقي ما شافوش فغادي نخلي لكم في اول تعليق. فسعيدة شرف ردات على الناس اللي هاجموها وقالوا ليها انت السبب بان دنيا باطمه غادي تدخل السجن، فخرجت لثاني مره كتوضح لهاد الناس اللي هاجموها. فغنخليكم مع الفيديو. بغيت نناقش معكم واحد الموضوع بعجاله لانه هذا الموضوع غادي نسدو. هاد حمزه مومبيبي في هاد الحساب ديالو ملي كان جالس كيشرشم في البشر ارضا وجوا وطولا وعرضا وشرقا وغربا، فين كانوا هاد المتعاطفين؟ فين كانوا هاد الناس؟ راه باقي كنقولها ما كنشمتش، والحبس ما كنبغي حتى شي انسان، وباقي كنقول سديت، انا خديت حقي مني. الانسان كان متهم ولا مدان؟ وما تنساوش واحد النقطه مهمه، انا بالنسبه لي هاد الناس هادو اللي داخلين عندي، كنقولش على الناس اللي واعيين وفاهمين، كنقول هادو اللي دخلوا عندي الخاص وجالسين لا حشومه عار بحال انا القانون في يدي. سعيده شرف ردرت بها شكايه مؤخرا ودارت ابان اللي راه باقي محطوطه لحد الساعه في الانستغرام في لاباج دي، يعني هاد الاخت الفنانه راه محطوط الشكايه اللي دايره بيا. شنو الهدف منها؟ حبسي. شنو الهدف منها؟ عقابي. ومع ذلك نقولها مرحبا، الا انا درت شي حاجه عاقبين اختي، ولا درت لك شي حاجه اون بيرسون مرحبا. انا راه دعيت حساب، راه ما دعيتكش، انا راه ما دعيتكش وما ندعيكش شي اون بيرسون. ماشي من اخلاقي كنجرجر في الفنانين انا ولا نبدا ندير فيهم، لانه كتبقى فيا الانسانيه. ولكن كحساب حمزه من بيبي من حقي، بقيت واقفه بقيت صامده وما رجعتش اللور وما خفتش، تهددت، ما خلاو ما داروا، ساوموني، ما خلاو ما داروا. هاد حمزه مون بيب والو، ما داو مني الا ذبعته، لانو المسمار ملي كيدق والجهه الاخرى ما خرجش المسمار، راه سعيده شرف الجهه الاخرى. كبرنا حرار، ولاد هاد البلاد حرار، ما نظلمش وما نتعدو، ما نبغيش اللي ياخذ حق. كنعاود خديت حقي منين دان انسان صافي، ما بغاش الحبس لتا شي انسان انا. فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الله يهدي ما خلق والله يهدي النفوس والله يدير تاويل ديال الخير. فكنتظر اخوتي تعليقاتكم بخصوص هذا الموضوع. شكرا على حسن المتابعه، الى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.